السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش شرح نور إيكويشن. نور إيكويشن طبعا زي ما هو مكتوب نحن صغار نسمع فيها. معادلة نور ببساطة هي معادلة بتربط بين الارتفاع والضغط والسرعة، ملخص بسيط لها، بس بتعملها بحالات معينة. أول حالة steady state، يعني لما يكون عندي سرعة لا تتغير مع الزمن. incompressible يعني ما بكون في ضغط، يعني او مش ممكن في ضغطين، يعني السائل ما بينضغط، يعني الكثافة ثابت. طيب بس احكي لك بكل بساطة انواع الطاقة. عندي الكاينتيك انرجي اللي هي نص ام في تربيع، بوتنشال انرجي ام جي اتش، والبرشر انرجي هي جاما اتش. هذا اخذناه بشابتر 3، اخذناهم في مادة الدايناميك. تمام. بكل بساطة حاصل جمع الثلاث طاقات هذول مع بعض التبديلات يعني شيء اسمه توتال هيد. الهيد هذا هو عبارة عن زد زائد بي على جاما زائد في تربيع 2 جي. طيب شو الزد؟ زد الارتفاع عن مرجع معين، زد الارتفاع من مرجع معين، يا انا بحدده يا بكون هو محدد. طيب البي هي الضغط عند نقطة معينة بنفس الارتفاع هذاك. طبعا جاما الوزن النوعي للسائل. طيب الفي اللي هي سرعة السائل. احنا اصلا نحكي عن حركة. الجي اللي هي الجاذبية. بقول لك عبارة عن حاصل جمع هذول الثلاث، مش جمع الزد والفي، لا حاصل جمعهم مسافة. يعني انا البشر وحدته نيوتن على متر مربع اللي هي باسكال، والجاما نيوتن على متر مكعب. حاصل قسمهم بيعطيك متر، هاي متر. في تربيع على 2 جي بتعطيك وحدتها متر، هاي متر وهاي متر، والزد متر. فالهيد هو عبارة عن مسافة، عبارة عن مسافة أو بالأحرى ارتفاع. فهذا الارتفاع بقول لك عند أي نقطة هو ثابت، أو عند أي سكشن أو أي مقطع. يعني لو عندي هذا المقطع واحد، مقطع اثنين، شو بقول لك؟ توتال هيد عند واحد تساوي التوتال هيد عند اثنين. معادلة برنولي. معادلة برنولي هل هو في الواقع هيك؟ لا مش هيك طبعا، بس احنا مقدمة عن شباتر مادة الفاينل او مقدمة عن شابتر 7 وشابتر 10 رح نعمل عدة فرضيات. كيف نحكي انه التوتال هيد هون بيساوي التوتال هيد هون؟ ما بيساوي، في فرق بسيط يلا بناخذه بالمستقبل. بالتالي التوتال هيد عند واحد بيساوي التوتال هيد عند اثنين. يعني لما اجي احكي لو سميتها نقطة واحد بحكي زد واحد بي واحد على جاما زائد في واحد تربيع 2 جي تساوي زد 2، ما هو التوتال هيد متساوي، يعني التوتال هيد عند واحد تساوي التوتال هيد عند 2، في 2 على جاما زائد 2 تربيع 2 جي. تمام. معادلة بسميها معادلة برنولي. الفرضيات اللي انا عاملها انه انفيس كوست فلويد، يعني سائل ما في احتكاك او ما في لزوجة، ستيدي فلو طبعا حكينا عنها، لونج ستريم لاين يعني ستريم لاين معين، كونستانت دنسيتي كثافة ثابتة يعني الضغط او غير قابل للانضغاط، ما عندي شافت وورك او هيت ترانسفير يعني ما عندي انا ماتور مثلا او انتقال درجة حرارة. هاي الملخص. الملخص انه انا بطبق هاي المعادلة لاي سؤال في المادة، اي سؤال بحتاجه، انا احتاج ضغط عند هاي النقطة تمام بكون معي سرعة وكذا بطبق المعادلة هاي. بس ان شاء الله مع الامثلة راح تفهمها كثير كثير. يب. بدي تاخذ مسميات كمصطلحات حفظ. كلمة التوتال هيد في عندي هون زد عندي بي على جاما زائد في بي 2 تربيع 2 جي. بتعرف شغله انه الزد حالها عباره عن الفيشن هيد. تمام. يعني ايش بخص الارتفاع. تمام. يب حكيت لك البي على جاما زائد زد كلها هاي اسمها متريك هيد. هاي بمعادله شابتر 3 اللي هي الهيدروستاتيك ايكويشن، ايزو متريك هيد. تمام. الفي تربيع 2 جي عبارة عن في velocity head. فانت لما تسمع كلمة velocity head يعني في تربيع 2 جي مش الفي لحالها. لما بتطلع velocity بتطلع اللي بعدها هل هي head ولا لا. لما تسمع كلمة piezometric head في على جاما زائد زد. لما تسمع كلمة elevation head يعني مقصود فيها زد لحالها. تمام. قبل النهاية total head هو بيساوي piezometric head زائد velocity head. piezometric head زائد velocity head. البيزومتريك هيد زائد الفيلوستي هيد. الفيلوستي هيد هو عبارة عن كذا، والبيزومتريك هيد عبارة عن بريشر هيد زائد الفيشن هيد.
في عندي تطبيقات على معادلة نولي اللي هي عندي في شيء اسمه الأورفيس وعندي النودل وعندي الفينتوري الأجهزة. ملاحظ معك هون أن الرسمة بيظهر معك أنه مثلا الفينتوري هو عبارة عن نون يونيفورم فلو، أما النوزل هون مثلا أنستدي. ليش؟ أنه تلاحظ أنه الحركات غريبة، برضو أنستدي الحركات غريبة ما يروح بتيجي. مشكلة هاي الأفكار اللي حكيها مش مهم كثير. بدي تعرف انه هاي المناطق لو بدي انا احل هذا سكشن واحد وهذا سكشن اثنين، بالتالي انا هم على نفس الارتفاع، السائل على نفس الارتفاع، زد واحد تساوي زد اثنين. يعني انا لما ارجع للمعادلة فوق هاي بتساوي هاي، يعني هذول بصفروا بعض. بدي تعرف قاعدة دائما لما يكون عندي الانبوب افقي الزد فيها من المعادلة. هاي ملاحظات مكتوبة بس اخلص. تمام. في قبل ما نفوت في شغلة هي بشابتر 5 بس لازم نحطها هون، واللي هي عبارة عن اسمه التدفق. لأن الأسئلة تمر معي ما راح تمر معي بسرعة. يجي يحكي لي مثلا الفيلوسيتي at section 1 تساوي مثلا 5 متر لكل سكند، ممكن يحكي لي هيك ممكن لا. ممكن يجي يقول لك الفلو at أو الفلو ثرو بايب سكشن بشكل عام تساوي لنص متر تكعيب كل سكند. هنا بيفرق معي، تسمع كلمة velocity يعني ال V اللي هي ال V تربيع 2G. طب لما تسمع flow لما تسمع flow في عندك احتمالين، احتمال طب chapter 6 ان شاء الله او chapter 5، هو في chapter 5 بتصير الفلو في chapter 5. احنا خلينا مبدئيا نشرح الفلو اللي في chapter 4 الخمسة اللي هو لما تكون وحدته متر تكريب لكل سكند بيسموه كيو. كيو هذا هو الفلو، شو بيساوي الفلو؟ طبعا ايش فوليوم فلو ريت واللي هو عبارة عن وحدته متر تكريب لكل سكند، يساوي عبارة عن الفيلوسيتي ضرب الاريا. بالتالي انا من الفلو بجيب الفيلوسيتي. كيف يعني؟ جيت حكيت لك سؤال قلت لك الكيو طوله في بتساوي 5 متر كل سكند، قلت لك انبوب الديمتر له 0.3. بقول لك بكل بساطه الكيو بتساوي الفي في اريا، فالفي 5 اريا اللي هي الديمتر معناته مساحه الدائره على 4 متر تربيع. انا بطلع الكيو. اذا بدي فيلوسيتي يكون الكيو معي، بحكي الفلوشتي مجهولة فبتكون كيو على اريا، يعني انا اذا بدي فلوشتي او كيو اريا. هذا قانون مهم جدا، مع انه بشابتر 5 بدنا نضطر نكتبه بشابتر 4 ونحل امثلة عليه على اساس انه هون انا عندي هاي المعادلة، هاي معادلة نولي. لما أطبق أنا مثلا بيكون على جاما زائد زد 1، طبعاً في زد 1 هو بس شو عملنا فيها؟ هم أفقيات فصفهم على جاما زائد في 1 تربيع 2G، تربيع 2 على جاما زائد في 2 تربيع 2G. أنا خليت الضغط لحال والسرعات لحال، يعني نقلت V1 والB2 لحال، V2 والV1 لحال، فصارت V1 ناقص V2 على جاما، V2 تربيع ناقص V1 تربيع على جاما. تمام. بعدين عملت حكيت الجاما هي رو في جي، فما شلت الجي من الاطراف فصفت هون رو، صفت رو، هناك ما فيش جيات. فهي المعادله بعد التصفيط اللي هي بعد ما شلت الجي، من الطرفين، شو عملت؟ خليت في 2 تربيع ناقص في 1 تربيع تساوي 2 في قيمه فرق الضغط على رو. بس اذا بديها بدلاله الكيو بحكي كيو تربيع على اريا تربيع. هذا الحكي مهم، وهذا قانون حفظ مش حفظ، بس بتمنى انه تعرف كيف اجى. فكرة أنه معادلة نولي رتبتها، بعدين الفلوس تخليتها بدلالة كيو، بعدين الكيو بدلالة اريا تفرق الضغط. فأنا فعليا إذا بدي أحسب كيو بطبق هذا القانون. طيب مش كثير هيك؟ عادي ما فيش داعي، لا كل هذا، لأن الآلة حاسبة بتقدر تحل بس هون. كله بدي فيها، أنا كاتبه تصوير. تمام. قبل ما نبلش حل الأسئلة وكذا، فإحنا راح نوقف هون، خلي الأسئلة لحال والشرح لحال. الأمور إن شاء الله بسيطة جدا وما راح يكون فيها أي صعوبة. يعني الأسئلة كلها إن شاء الله يعني من ثلاث. موضوع البرنامج إيكويشن جدا سهل. يعطيكم العافية.